احنا الباراجراف بتاعنا عن الفولنتري وورك. عشان اكتب باراجراف عن اي موضوع او الفولنتري وورك، اول حاجه بنظم ايه افكار. اول فكره بحطها بحاجه شكل كده اللي هو الايه، التعريف. التعريف، حط التعريف بتاعك. طيب بعد ما احط التعريف، ها نبدا نحط مقدمه على الفولنتري وورك. في ناس بتحبه، في ناس بتكرهه، في ناس كتير بتعمله، في ناس ما بتعملوش، ماشي؟ ها يبقى مقدمة. تعريف والمقدمة يعتبر حاجة واحدة. طيب ممكن نحط ايه تاني افكار؟ حد يساعدنا كده بالافكار؟ هتكلم عن كل فرد في العائلة وكل، ماشي، خلي كل فرد في العائلة دي قدام. بعد وان كنت انا مش محتاج كل فرد في العائلة عشان اتكلم عن فلان. هتكلم عن العائلة بتحب الاعمال التطوعية. ماشي، نحط في الفولنتير وورك الاول اهميه ايه. اهميه الفولنتير وورك انواع الاعمال التطوعيه. انواع، ليس ما اتكلمتش عن نفسي. ايه انواع الفولنتير وورك؟ ممكن نعمل فولنتير وورك فين وفين؟ انا هتكلم عن نفسي كطالب. حاول دايما في الباراجراف كل ما تتكلم عن حاجه قريبه منك كل ما تكون كلامك افضل. خليك واقعي، تكلمي عن حياتك الطبيعيه، تلاقي الموضوع سهل. ولما تلاقي الكلام قليل وعايزه تزودي حاجه زودي، محدش هيحاسبك ويقول لك انت بتكذب، ماشي؟ بس خلي الصوره الطبيعيه هي اللي قدام عينك الاول وانت بتتكلم. انواع العمل التطوعي، النوع اللي انا بعمله بقى، النوع الخاص بي. ايه النوع اللي انا بعمله خاص بي انا في الفولنتير وورك؟ طيب المكان اللي بعمله فين؟ الموعد اللي بعمله فين؟ الصحبة اللي بعملهم معاهم، مين اللي بيساعدني، مين اللي بعمله معاه، شعوري ايه انا في الاخر، وايه الفوائد اللي انا استفدتها. دي افكار. ها صعب الموضوع لما احط له الافكار دي كلها؟ طب اكتب بقى بالانجليزي. تعالى نكتب بالانجليزي. نحط التعريف. انت قلت ايه التعريف يا شيماء؟ Voluntary work is you quitting without. Voluntary work, ها؟ قلنا في التعريف دايما احط بعد الاسم الحاجة اللي أنا بعرفها. Is. ها؟ You getting. Is it؟ أنت قلت التعريف بفعل بنعمله. بنعمله في بقى عايز أحط هنا what. Is what we. Do, huh? We do it without money. The voluntary work is what we do without money. بنعمله بدون مقابل. المقدمة بقى عايزين نعمل مقدمة، ها؟ هنقول في ناس كتير بتعمل عمل التطوع، في ناس ما بتحبوش. A lot of people. Like to do voluntary work and a lot don't. في ناس كتير بتحب تعمل عمل تطوعي وبرضه في ناس كتير ما بتحبش. طب اهميته هو حاجه مهمه ولا لا؟ حاجه مهمه. طيب but it's important. Very important thing in our life. ليه هو شيء مهم جدا في حياتنا؟ لان لازم كلنا نساعد بعض، لازم كلنا دايما تكون ايدينا في ايدين بعض. We should always help each other.
يجب أن نساعد جميعا إيه؟ بعضنا البعض. زرار a lot of people need help. في ناس كتير بتحتاج إيه؟ مساعدة. And Mr. that tips zero. There are a lot of people need help. And cats. ولا يستطيعون. Pay. ممكن يمسك برضو نقول. Four. في ناس كتير فقراء صح. أنا أحب لسه ما دخلتش على نوع العمل الخاص والأنواع العمل التطوع. ماشي هسه بتكلم في فكرة أهمية العمل التطوعي. كل الكلام ده هو الفكرة الأولى التعريف خدت عنها جملة واحدة. المقدمة خدت عنها جملة واحدة. A lot of people like to do voluntary work and a lot don't. الأهمية دي اللي اتكلمت فيها. It's a very important thing in our life. ده شيء مهم جدا في حياتنا. وضحت درجة الأهمية. بعد كده بقول إيه الأهمية بقى نفسها. We should always help each other. ده الطبيعي. سواء كانت الناس محتاجة ولا مش محتاجة. دي فايدة. ماشي. شيماء غنية ومعاها فلوس ومش محتاجة وتاخد دروس عند أحسن المدرسين وأنا مدرس ولا جبتها. عندها تقصير في نقطة معينة. ما ينفعش اشرح لها النقطة دي لما اقول لها هاتي الفلوس اللي هو عشان اشرح لك النقطة دي. ولا عادي ممكن اشرحها لها. مش محتاج مش لازم تكون الشخص اللي انا بساعده فقير عشان اعمل له فولنتري وورك. لا وي شود هيلب ايتش اذر. احنا الطبيعي المفروض دي يكون مبدأ قدامك. كل شخص انت شايفها محتاج المساعدة. ماشي في موقف معين ساعديه. There are a lot of people need help. ده السبب التاني. دي فايدة تانية. في ناس بقى a lot of people need help. محتاجة مساعدة. And can't pay for. ما بتقدرش تدفع لها فلوس. بتقدرش تدفع. عايز يعمل عملية في مستشفى وما معهوش فلوس يعمل عملية. محتاج voluntary work ولا لا؟ محتاج voluntary work. داخل عليه عيب عايز يجيب فلوس لأولاده. لبس لأولاده ما معهوش فلوس يجيب لبس لأولاده. محتاج voluntary work ولا لا؟ محتاج نعمل له اللي ندفع فلوس. ماشي؟ Because they are poor. Because they are poor. طيب ندخل بقى على أنواع العمل التطوعي. There are many kinds of voluntary work. Very good. There are many kinds of voluntary work. زي ايه بقى؟ نضرب همثلة. I love and أحب. لا مش بحب لسه ما اتكلمتش على اللي بحبه ولا العمل الخاص اللي انا هعمله لسه هنقول اللي بتاعه. ماشي هنقول بعض الناس ممكن تعمل عمل تطوعي بكذا وبعضها ممكن يعمل بكذا وبعضها ممكن يعمل بكذا. We خلاها بصفة عامة. We can help others. ممكن نساعد الآخرين with money. صح؟ with money. ده من أهم الأعمال التطوعية المساعدة بالمال. صح؟ ومن أهم شعائر الدين أصلا الدين الإسلامي. صح؟ من أهم شعائر الدين الإسلامي الصدقة الصدقات. فده voluntary work مهم جدا. طبعا هو ما اتكلمش عنه في الكتاب. طيب ممكن نعمل ايه تاني؟ لو مش هنساعد في المال. We can give clothes ملابس for people for people. أبار يعني هم؟ فور دي؟ فقير.
جوز دي يا مستر هقول لك كلمه ابار يعني ايه ابار ابار دي ايه بالعربي اللي هو البئر يعني بئر جمع بئر بئر يعني ويل ويل يعني بئر بئر اللي هو بيتحف حاجه اسمها سبرينج يعني نفس كلمه الربيع يعني عين مياه عين اللي هي اصلا طبيعيه ويل برضه يعني جيد ويل يعني جيدة كلمات في كلمات بلع كلمات we can give clothes for poor people طيب ده دي مساعدة الناس احنا قلنا كده ممكن نساعد الناس بموني ممكن نساعدها بكلوز ممكن نساعدها بفود ماشي ممكن بدل ما نقول هنا كلوز احنا ممكن نكتب كلوز or food بدل ما نحطها جملة تانية طيب ممكن نساعد في ايه؟ احنا كده ساعدنا الفقراء وعرفنا بنساعدهم ازاي بالماني بالكلوز بالفود طيب مش ممكن نعمل فولنتير ورك ان جفرمنت انستتيوشن المؤسسات الحكوميه زي الهوسبيتال صح؟ اه ده اللي كان في الكتاب ده اللي كان في موضوعنا في الكتاب ها بنقول وي كان هيلب ان schools ممكن نعمل عمل تطوعي in schools المدرسة ماشي or hospitals عارف المستشفيات ممكن نساعد في أي عمل وبرضه ده بيبقى عمل منظم المفروض تروح لمدير المستشفى مدير المدرسة أنا عايز أعمل فولنتير ورك عندكم النهاردة اختار لي عمل هو يختار لك تنظف المكان الفلاني تساعد الشخص الفلاني تعمل حاجة فلانية ده أنواع العمل التطوعي وبيبقى كل واحد حسب سنه يعني ممكن انا يكون عندي مثلا مدرس وعندي خبره بالتمريض خدت دوره التمريض قبل كده اروح في يوم عندي اجازه وعايز اعمل الاجازه دي اعمل خير اضيف عمل خير انا بستمتع بمساعده الناس اروح مستشفى اقول له انا عندي خبره بالتمريض وعايز اعمل اي فولنتير ورك عندكم يقول لي والله طب تعالى خد لك نبطشيه النهارده عشان عندنا ممرض غايب او الممرضه غايبه النهارده خد لك نبطشيه بدل هتسهر معانا الليله وهتراعي المرضى وهيديني كشف بحالات المرضى اللي المفروض تديهم العلاج بتاعهم العلاج وهتعالجهم في اليوم ولو انا بقى شخص حريص على العمل ده ممكن اخلي ده ثابت بصفه منتظم كانه عمل يوم في الاسبوع او حاجه لسه هتكلم عن ده لما اجي اتكلم عن المرض انا هنا عديت بعض انواع الفولنتير وورك نيجي نتكلم بقى عن النوع الخاص بيا ايه النوع اللي انا بعمله بقى في دول؟ اتكلم عن نفسي كطالب مش هتخيل ان انا بعمل عمل كبير انت ممكن تعمل ايه فولنتير ورك دلوقتي؟ افضل حاجه ممكن تعملها خليك في السكول انا لو هقدر اتبرع بكلوز ماشي دي اللي جت في المشهد الانجليزي اللي في الكتاب ممكن تقولها في المستشفى وقول الكلمتين اللي قالها والناس اللي كتبتها انا ما قلتش غلط ماشي بس مش عايز تنسخ في الكتاب انا ممكن اغير بقى حاجه ثانيه هو في الكتاب كان بيتكلم عن الهوسبيتال واتكلم عن التشيلدرن اللي فيها رحت ريد ستوري ريد زيم ستوريز قرات لهم قصص تمام بلاي جيمز وذ زيم لعبت معاهم ايه العاب لا انا هتخيل ان انا هعمل الفولنتير ورك بتاعي في المدرسه اي دو فولنتير ورك at my school طيب انا مش هقول كده بس وخلاص انا بعمل ايه بقى في الفولنتير وورك في الماي سكول بتاعتي بعمل فيها ايه بالظبط عيد بقى الحاجات اللي ممكن تعملها في المدرسه انت عندك حاجات كتير جدا تعمل في المدرسه ماشي كل مثلا ها اي هيلب بدون يا شيماء cleaning the class. I help clean. I help clean my classroom. Who's my friends? Classroom. With my friends. Yes. Bermuda came up. I help the garden. Gardener, yeah. Yeah. لا جاردن يعني حديقة ما جاردنر يعني مزارع بتاع الحديقة اي بستان ذا جاردنر ها بلانت
and water, flour. بساعد الجاردنر في زراعة وراوي الورود. طب اشمعنى دي؟ انا مش لازم كل حاجة تبقى في صميم الموضوع. Because I like flower. I like flower. انا بحب الايه؟ الورد. انا بحب الايه؟ الورد. اطلع بره الموضوع خالص. I like to spend. A lot of time. A lot of time in the garden. In the garden. I love nature. Nature, طبيعة. دول كلمتين بره الموضوع خالص بس مرتبطين بحتة العمل التطوعي ده اللي بعمله في الحديقة ولا لا؟ مرتبطين. ممكن أعمل عمل تطوعي تاني في المدرسة؟ في المكتبة؟ أيوه. أمين المكتبة مش محتاج مساعدة كبيرة في المكتبة؟ لايبرريا. ماشي؟ I help. I also. حط بقى عشان توظيف عمل. I also help. The librarian in the library, the school library. بساعد ال طبعا ممكن اقول بقى بنظف في التنظيف، بساعده في زراعه ورد المكتبه، بساعده في تنظيم الكمبيوتر بتاع المكتبه، بساعده في ترتيب الكتب. قول احنا كده كتبنا كلام كتير جدا. طيب خد بالك انا لسه كده انا اتكلمت عن النوع، اتكلمت عن المكان اللي انا بعمل فيه، صح؟ ما اتكلمتش عن المواعيد، صح؟ ممكن احدد الميعاد؟ ها؟ كل واحد من دول ممكن احدد له الميعاد. انا اتكلمت عن عمليات تطوعيين انا بعملهم، صح؟ واحد في الكلاس روم، ممكن اقول ده انا قلت ثلاث اعمال، صح؟ اول واحد كلين ذا كلاس روم، امتى؟ اون مونداي افري مورنينج، كل صباح. ها؟ اي هيلب ذا جاردينر، امتى؟ افري ساتردي، كل يوم سبت مثلا. ها؟ او ات ذا بريك، في الفسحه. ات ذا بريك، في الفسحه. او after the school day، بعد انتهاء اليوم الدراسي. after the school day، every Sunday. حط اي معاه يا مستر. هو الدوام يعني ايه؟ الايه؟ الدوام. دوام؟ دوام مدرسي. قول school day. school day الدوام بتاعنا اسمه school day. او work hours. work hours يعني ساعات العمل. work hours ممكن نعتبرها كلمة الدوام اللي انت بتسأل عنها. طبعا انا ما عدتش بكتب، انا وقفت كتاب، انا مكمل باقي الشفوي عشان ما عادش مكان الكتاب. ماشي؟ حددنا الموعد، حددت موعد لكل حاجة، صح؟ حددنا موعد لكلين ذا كلاس روم، حددنا موعد للجاردنر، وحددنا موعد للايبرري اللي انا بعمله، امتى بروح له؟ اون ثيرزداي، اون فرايداي، في يوم جمعة، او ان ذا سمر، في الصيف. ماشي؟ الكتب اي لايك ريدنج. ها؟ الصحبة، مين في حد بيعمل معايا الأعمال التطوعية دي ولا لا؟ ماي فريندز. ها؟ اي دو ذات وذ ماي فريندز. الشعور، ها؟ أنا بعمل ده ليه؟ وين اي دو ذا فولنتير وورك اي فيل هابي. اي فيل هابي، أشعر سعادة. إيفري تايم، كل مرة. I do a voluntary work. أشعر بالسعادة كل مرة بعمل فيها voluntary work. الفوائد اللي أنا بستفيدها، مساعدة الأشخاص. أنا استفدت إيه لما عملت voluntary work في المدرسة؟ ماشي؟
all my teachers loved me. ماشي. I will because I do this voluntary work. I made a lot of friends. كونت صداقات كتير. The gardener loves me very much. The librarian loves me very much. Our teacher loves me very much. ماشي. وطبعا أهم فائدة فيها أشعر بالإيه؟ سعادة. الموضوع صعب يا ياسمين؟ أنا مش عايزك تيجي. أنا ما ينفعش أقول لك الأفكار ولا أشرح لك الموضوع قبلك. عايزك أنت اللي تقعدي مع نفسك وتطلعي الأفكار وتطلعي الموضوع. إذا أنت حطيتي أفكار كده وحاولتي تتكلمي عنها بجمل وتتخيلي تلاقي الموضوع سهل جدا. مفيش حاجة اسمها موضوع صعب في البرنامج. أي موضوع مهما كان هيطلع أحط له فكرتين وأتكلم عنه. والأفكار لو ركزت هتلاقيها كلها تقريبا متشابهة. أنا جبت فكرة غريبة؟ لا. طب أنا جبت ألفاظ غريبة؟ جبت تركيب جمل غريبة صعبة؟ لا. مفيش. الموضوع سهل خالص. الموضوع سهل خالص. تمام كده الموضوع ده؟